وداعا أيها البطل أيها البطل لفقدك تدمع المقل تدمع المقل بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل لئن أت بنا الأجساد فالأرواح تتصل فالأرواح تتصل ففي الدنيا تلاقينا لاقينا وفي الأخرى لنا الأمل لنا الأمل فنسأل ربنا المولى وفي الأسحار نبتهل بأن نلقاك في فرح بدار ما بها ملل بدار ما بها ملل بجنات وروضات وروضات بها الأنهار والحلل والحلل بها الحور تنادينا وداعا أيها البطل أيها البطل لفقدك تدمع المقل تدمع المقل بقاع الأرض رامي زعبية في ذمة الله هو أب لأربع أطفال مهندس كفو بشركة ليبيانا للهاتف المحمول ساهم مع الجميع في كشف الجريمة وتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية لصالح الوطن والمواطن وأول من حارب الدواعش وكرس حياته للعمل وللوطن انضم إلى محاربة الدواعش في سرت ومن الأوائل وطني بامتياز صديق الجميع بشوش أخلاق طيبة محبوب لدى الجميع من الكفاءات في شركة ليبيانا للهاتف المحمول خاصة في كشف الجريمة وفاء الأجل المحتوم إتر مرض لم يهله طويلا وهو في طريقه للعلاج للخارج أثناء حمله من مطار تونس إلى الطائرة المتجهة لألمانيا وفته المنية السيد وسام فرحات مدير عام قناة ليبيا الرسمية يتقدم بحر التعازي إلى المرحوم بإذن الله تعالى رامي زعبية وإلى أسرته وإلى أصدقائه وكافة العاملين بقناة ليبيا الرسمية وكل أصدقائه وكل الجهات اللي تعامل معهم من أجل الوطن حملونا أمانة أن أنقل تعازيهم الحارة لأسرة المرحوم رامي زعبية دعين الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله ودويه وأصدقائه وجيرانه وأهله جميل الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل لئن أت بنا الأجساد فالأرواح تتصل فالأرواح تتصل ففي الدنيا تلاقينا لاقينا وفي الأخرى لنا الأمل لنا الأمل فنسأل ربنا المولى وفي الأسحار نبتهل بأن نلقاك في فرح بدار ما بها ملل بدار ما بها ملل.